السلام عليكم وأهلا بكم إلى رابع عدد من نشرة الأخبار الخاصة بشهر رمضان الكريم. أقدمها لكم أنا بعز أنيم من قناة الأنيس الفضائية، ومنها أحييكم، وهذه أهم العناوين. المسلمون يسترجعون أنطاكيا من أيدي الصليبيين بقيادة الظاهر ببصر. موت آخر سلاطين الخلافة الإسلامية السلطان عبد الحميد الثاني. أهلا بكم من جديد. بعد أن أخذ على عاتقه استرجاع البلاد الإسلامية من أيدي الصليبيين، قام الملك الظاهر ببرص الذي تولى سلطنة المماليك سنة 658 للهجرة بطرد التاتار من الشام إلى العراق، ليتفرغ لقتال الصليبيين، وبدأ بفتح المدن، ففتح قيصرية وأرسوف وصفد ثم الكرك ويافا، وبذلك مهد الطريق لفتح أنطاكيا، حيث استطاع عزلها عن المدن المجاورة وقطع كل الإمدادات عنها. وها هو اليوم من سنة 666 للهجرة يفرض ببرص على المدينة الحصار ليفتحها بالقوة، وتعود المدينة إلى حظيرة المسلمين بعد أن سيطر عليها الصليبيون 170 عاما. هذا وقد أكد الكثير من المحللين أن سقوط أنطاكية هو أعظم فتح حققه المسلمون على الصليبيين بعد معركة حطين. وفي خبر آخر، أعلنت اليوم من سنة 1073 للهجرة الدولة العثمانية الحرب على ألمانيا بعد 56 سنة من معاهدة زيتفاتوروك التي أوقفت الحرب التي كانت مندلعة بين الجانبين. وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية. توفي اليوم من سنة 1336 للهجرة السلطان عبد الحميد الثاني، الذي يعد من أعظم وآخر سلاطين الدولة العثمانية الفعليين. استلمت الدولة وهي مثقلة بالأعباء والديون والمشاكل الداخلية والخارجية، ابتداء من مواجهات للحركات العلمانية والماسونية، وانتهاء إلى التهديدات الروسية في صورة حربين متتاليتين، إلى جانب الاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان وقبرص، والاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس، يضاف إلى ذلك الثورات العاتية في بلاد البلقان. حكم لأكثر من 30 سنة، وتمكن من تأخير سقوط الخلافة الإسلامية لأكثر من ثلث قرن. توفي رحمه الله في منفاه في باريس عن عمر يناهز 76 سنة، قضى منها 20 سنة في منفاه بعد إلغاء الخلافة الإسلامية وطرده من تركيا، وسيتم تشييع جثمانه اليوم بالمدينة المنورة. انتهت أوراق النشر الإخبارية الخاصة بشهر رمضان الكريم لهذا اليوم. غدا يتجدد اللقاء، فكونوا بخير فقط.